عزيز حبايبي اللي بحبكم قوي من مختلف انحاء العالم، اللي بعده وسقفوا له واستمعوا له، واللي مش عاجبكم النوميني هتعجبكم الحلقه دي. مش عارفين يعني فنانه او فنان، كلك على بعضك حبيبي. السلام عليكم. انا مش معاكم لكم الجمهور العريق، ان شاء الله يعجبكم، ما يكونش مقلقكم ان شاء الله. رقصت الخوف بعينيها قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي يا ولدي. لا لا تتبدل، لا 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 تتبدل، بعد شوية الضحكة تعود والنار اللي في صدرك تبرد. لا يا عيوني لا تتنهد. هذه ناديها خطيبتي وجميع العائلة وجميع المحبين والمشاركين، من فضلكم صوتوا لي باش ما نخرجش نوميني. نحبكم برشا ان شاء الله. والله طريقة إداء قنعني، يعني كان عنده مستوى حديث. لا خلت أنه طريقة أداء تكون يعني واعرة، بس يعني كانت طريقة مختلفة تماما، بس كان المستوى والأغنية اللي اختارها ما تتماشى مع الحاجات اللي نحبها. ونبي نقول له أنت نوميني ولعنة الله عليك، جرد أنت من جردان اللي يغنوا لأنك أحسن منهم. وهذا يعني خرجوا عليه، خرجوا خرجوا ما نبي.